السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. تغطية جديدة للميتسوبيشي أوتلاندر طراز 2022، وهذه المرة مع فئة الهايلاين ذات المقاعد القماشية. خلوكم متابعين أعزائي المشاهدين لهذا التقرير للتعرف على مواصفات هذه الفئة. هذه فئة الهايلاين رقم 3 من الميتسوبيشي أوتلاندر. بالنسبة لمواصفاتها الخارجية، المصابيح الأمامية من نوع LED بدون كشافات الضباب، قوس مطلب الكروم، بدون الإشارات التسلسلية، إشارات الانعطاف مدمجة مع LED النهاري، 4 حساسات ركن على الصدام الأمامي، طلاء باللون الفضي أسفل الصدام، شبكة التهوية الأمامي مطلي باللون الأسود اللامع مع لمسات من الكروم، وهذه الفئة ما عليها الرادار وما عليها الكاميرات المحيطية. الإطارات مقاس 255x45، أما مقاس رنجات 20 باللون الفضي والأسود. المرايا الجانبية عليها إشارات الانعطاف من نوع LED، خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح على مقابض الأبواب، وهذه خلفية فئة الهايلاين من الأوتلاندر. مثل ما تشوفون الإضاءات الخلفية من نوع LED، جناح أعلى الزجاج الخلفي، وهذه كاميرا الرؤية الخلفية، إضاءة اللوحات LED، 4 حساسات ركن على الصدام الخلفي، الصدام عليه كشاف الضباب، طلاء باللون الفضي أسفل الصدام. على فئة الهايلاين الباب الخلفي يفتح يدويا، مساحة التحميل تقدر ب 163 لتر، ومقاعد الصف الثالث بوضعية الجلوس. وبالنسبة للمواصفات، إضاءة صفراء لمنطقة التحميل، مقاعد الصف الثالث قابلة للطي يدويا بهذه الطريقة، وبعد طي مقاعد الصف الثالث صارت الآن المساحة 478 لتر. طيب، عندنا هنا مقابض لطي مقاعد الصف الثاني، لطي مقاعد الصف الثاني بهذه الطريقة العملية. وبعد طي مقاعد الصف الثاني صارت الآن المساحة 1461 لتر. طبعا مواصفة فتحات التكييف الخلفية غير متوفرة لركاب الصف الثالث. الباب عليه من الداخل إضاءات مزدوجة صفراء، وبس هذه كانت مواصفات منطقة التحميل. محرك الأوتلاندر مكون من 4 اسطوانات بسعة 2500 سي سي 2.5 لتر. هذا المحرك يولد قوة 181 حصان والعزم 245 نيوتن متر. الجير أوتوماتيك من نوع CVT. هذه السيارة تعتمد على نظام الدفع الرباعي S All Wheel Control، وهذه الماكينة تقبل بنزين 91. مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين، مساعد رفع البونيت يدوي. معدل استهلاك الوقود، اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 13 كيلو 700 متر، والتقييم ممتاز، وسعة خزان الوقود 55 لتر. هذه هي مقاعد الصف الثالث اللي تتسع لراكبين. واقعيا هذه المقاعد راح تكون مخصصة للأطفال، لأن المساحة اللي عليها غير كافية للبالغين.
مستوى راحة الركوب في مقعد الصف الثاني يعتبر ممتاز، وبالنسبة للمساحة هذه المساحة بيني وبين مقعد السائق المساحة تعتبر واسعة. مواصفات ركاب الصف الثاني، فتحات التكييف موجودة، وعندنا بالأسفل مساحة للتخزين. على فئة الهاي لاين تنجيد المقاعد من القماش، عدد 2 من مساند الرأس لركاب الصف الثاني. وبالنسبة للإضاءات الداخلية، الإضاءات الداخلية صفراء. على فئة الهاي لاين مقعد السائق بتحكم يدوي، وموجود على مقعد السائق وسادة لراحة الظهر بتحكم كهربائي. ومقعد الراكب الأمامي أيضا بتحكم يدوي. يتم إنتاج الميتسوبيشي أوتلاندر في مصنع ميتسوبيشي في اليابان. أسمعكم الآن صوت تشغيل الميتسوبيشي أوتلاندر، وطبعا تشغيل السيارة عن طريق هذا الزر. بسم الله. اختبار مستوى العزل بعد إغلاق باب السائق. مستوى العزل جيد جدا، اختفى الصوت بنسبة 85%. بالنسبة لمواصفات السيارة الداخلية، عندنا عجلة القيادة مكسوب الجلد من الجوانب كساء مختلف، شيفتنج بدلز تبديل جير خلف عجلة القيادة، هذه أزرار التحكم بمثبت السرعة، الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث، والأوامر الصوتية Voice Command، وهذه أزرار تصفح معلومات شاشة العدادات، التحكم بمستوى صوت الجهاز السمعي مع تبديل الملفات. تصميم عدادات الميتسوبيشي أوتلاندر، السرعة القصوى 240، معلومات شاشة العدادات، السرعة رقمية، شاشة العدادات مقاس 7 إنش، مجموعة معلومات الرحلة، كمبيوتر القيادة، معدل استهلاك الوقود، قياس ضغط الإطارات، البوصلة، عندنا أيضا معلومات الجهاز السمعي، الرسائل التنبيهية، وهذه مجموعة الإعدادات، إعدادات مختلفة بالنسبة للمستخدم، مساعدة السائق، إعدادات الوضع الاقتصادي إيكو، قياس ضغط الإطارات، إعدادات الساعة، إعدادات السيارة، الصيانة، وغيرها من الإعدادات. وبس هذه كانت أبرز المعلومات الموجودة على شاشة عدادات الميتسوبيشي أوتلاندر. وهذه الشاشة الملونة اللي تعمل باللمس، مقاس 9 إنش، هذه الشاشة هي نفسها الشاشة اللي موجودة على بعض طرازات النيسان. هذه الشاشة بدون خريطة الملاحة. نشاهد محتويات هذه الشاشة، هذه هي المعلومات، تنبيه الإشعارات، وعندنا أيضا معلومات النظام، الأجهزة المتصلة بالشاشة عن طريق الواي فاي وعن طريق وصلة اليو اس بي، خيارات الجهاز السمعي. الجهاز السمعي مكون من 6 مكبرات صوت، العودة للقائمة الرئيسية، اتصال الشاشة بالهاتف عن طريق البلوتوث، وهذه هي الساعة، عندنا هنا موجات الراديو، وش عندنا بعد؟ خيارات الجهاز السمعي اختصار لهم، وهذه مجموعة الإعدادات المختلفة. الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو غير مذكور في قائمة المواصفات. طيب أحط الآن الجير ريوس علشان نشوف كاميرا الرؤية الخلفية. هذا هو تصوير الكاميرا مع الخطوط الإرشادية. بشكل عام جودة التصوير تعتبر جيدة جدا. ننتقل الآن للأسفل. التحكم بالتكييف أوتوماتيكيا، تشغيل التكييف، واختيار سرعة المروحة، ودرجة الحرارة مستقلة للسائق والراكب الأمامي. ممتاز أن فئة الهاي لاين يتوفر عليها المناخ المستقل.
طيب أسفل تشغيل التكييف عندنا منفذ اليو اس بي ومنفذ التايب سي المتصل بالشاشة مع منفذ طاقة 12 فولت. طيب جير سيارة من نوع السي في تي، الجير قابل للتبديل مانيول، طريقة تبديل الجير درايف ريوس باركينج. هذه مكابح التوقف الكهربائية، وهذا نظام الأوتو هولد، وعن طريق هذا القرص نختار وضعيات القيادة مع وضعيات نظام الدفع الرباعي كما نشاهد الآن على شاشة العدادات. الوضعية العادية نورمال، الوضعية الاقتصادية إيكو، وضعية المنعطفات تارماك لزيادة مستوى الثبات، وضعية طرقات الحصى والصخور جرافل، وضعية الطرقات الثلجية سنو، وضعية طرقات الوحل والطين ماد. وعندنا أيضا مواصفة مساعد نزول المنحدرات، عند تشغيل الوضعية يظهر السيجنال بداخل العدادات. طبعا هذه حاملات الأكواب، وهذه هي السدة، بالنسبة لسلامة وحماية الركاب الميتسوبيشي أوتلاندر يتوفر عليها الوسائد الهوائية الكاملة الأمامية الجانبية والستائرية مع وساد هوائية لركبة السائق. المواصفات عن يسار السائق، التحكم بمستوى ارتفاع المصابيح الأمامية مع التحكم بشدة إضاءة العدادات، وعلى باب السائق فتح وإغلاق النوافذ، جميع النوافذ يفتح ويغلق بلمسة واحدة، التحكم بالأقفال مع التحكم بالمرايا الجانبية، وبالتأكيد المرايا الجانبية قابلة للطي كهربائيا. المواصفات الموجودة بالأعلى، مرآة الرؤية الخلفية عادية، وهذا بيت النظارة، الإضاءات الداخلية صفراء، هذه شماسة السائق عليها المرآة والإضاءة موجودة بالسقف، ونفس الأسلوب على شماسة الراكب الأمامي، وبالأخير هذا هو الدرج اللي أمام الراكب الأمامي. وبس هذه كانت الميتسوبيشي أوتلاندر فئة الهايلاين موديل 2022. لمزيد من التفاصيل ضيف حسابي على سناب شات وياكم، أي استفسارات تتعلق بالميتسوبيشي أوتلاندر طراز 2023 راح أرد عليكم على حسابي في سناب شات. الميتسوبيشي أوتلاندر راح تتوفر كموديلات 2023 إن شاء الله خلال الفترة المقبلة. وهذا شكل مفتاح الميتسوبيشي أوتلاندر، الفتح مع الإقفال. لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى اشترك في هذه القناة، القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين لا تنسوني من اللايك، اللايك حمسني للاستمرار. أتمنى أني كفيت وفيت من خلال هذه التغطية للميتسوبيشي أوتلاندر فئة الهايلاين موديل 2022. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.